قال رحمه الله: باب توريث ذوي الأرحام. الآن بحث عن الوارثين والوارثات لم يجد أحد إلا الزوجين طبعا. عنده أب؟ قال لا. أم؟ لا. جد؟ جد ما في، مقطوع من شجرة، مفهوم؟ تمام. إيش نصنع؟ قال نبحث عن ذوي الأرحام، عم، شقيقة، عم لأب، خال، خالة، أبو الأم. الآن نبغى نورثهم. الآن متى يرث ذوي الأرحام؟ عند عدم الوارثين أو الوارثات عدا الزوجين، نبغى نورثهم. الآن إرثهم سهل جدا، انتبه معي. تكتب هنا، تكتب هنا، بنت بنت، تكتب إيش؟ بنت بنت. ضع إصبعك على الأول، بنت أصبحت إيش؟ بنت، أصبحت وارثة، الحمد لله. وهكذا بنت أخت شقيقة ترث؟ لا. ضع إصبعك على الأول، أصبحت أخت شقيقة. هكذا الإرث يسميه التنزيل، يعني تنزل ذوي الأرحام منزلة من أدلى به. ابن أخ لأم، ضع إصبعك على الأول، أخ لأم. طيب الخال، ضع إصبعك عليه، يطلع أم. الخال والخالة إيش؟ أم. والعم؟ أي عم؟ عم لأب وارث. أي عم؟ عم لأم. والعمات، عم شقيقة وعم لأب وعم لأم، ينزل منزلة الأب، مفهوم؟ كيف القسمة بينهم كذا، لكن المهم نريد نتعلم الآن كيف ننزلهم. كل واحد منزلة من أدلى به. الخال والخالة أم، والعم لأم، والعمات أب، والبقية ضع إصبعك، وانتهت المسألة خلاص. نعم. قال رحمه الله: باب توريث ذوي الأرحام. نعم. ثم المراد بذوي الأرحام غير ذوي التعصيب والسهام، يعني غير الوارثين والوارثات إلا الزوجين. نعم. وقد أتى في إرثهم خلاف للعلماء وهم أصنافه. نعم. مذهب التوريث في ذوي الأرحام إما القرابة أو التنزيل. مذهب القرابة ومذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، التنزيل مذهب الإمام الشافعي. نعم. ومن وافق؟ نعم امشي. هم الشافعية يورثون ذوي الأرحام؟ نعم. أنا هذا اللي أعرف. نعم امشي. أصلا حذفها من لا حذفها اختصارا، لا أقصد هو عندي. وهذا شافعي، هم يقول متأخري الشافعي ممكن، لكن في قول إذن عندهم. نعم. أربعة كولد البنات وساقط الأجداد والجدات. الساقط هنا معناه ليس بالساقط فيما نتعارف عليه، الجدة الساقطة يعني هي التي لا ترث، مفهوم؟ يعني محجوبة عن الإرث. نعم. وولد الأخت وكالعمات وكبنات العم والخالات. وفيه مذهبان ذا النجابة، والراجح التنزيل للقرابة. إذن يعني هذا معناه أن العلماء انقسموا في توريث ذوي الأرحام إلى قسمين، مذهب التنزيل ومذهب المذهب الثاني مذهب القرابة. نعم.